انا بنتي هذه 13 عام ما شفتها، 13 عام وانا كان ناشد العالم باش اجيبها هنا عندي للمغرب باش تتعلم وتدرس وتعيش وتصير حاجه منيحه. انا اليوم بايدي غادي نرجعها على فلسطين، ما كملتش عام عندي، انا غادي نرجعها على فلسطين. العام الدراسي كمان ناشد جامعتها يا ضيع عليها، يلا نص فصل عندها، يضيع مستقبلها وهترجع لغزه اللي الان في الحرب، غزه تحت القصف والقدس تحت الحرب الان. السيمانه الجايه غتكون بنتي بغزه ان شاء الله، حيث الموضوع مش كل فيكون في زراعات وفي حجزات وفي هذا. وانا لاني رب اسره انا كمحمد السشن، برافو عليكم انتصرتوا، شعب كامل انتصر على فلسطين بوحده. اذا انتم شايفين هذا انتصار قدرتوا توصلونا ان احنا نكره نكون في هاي البلاد ونكون. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة، قناتكم فسحة، في هذا الفيديو الجديد. وكما تشاهدون كما العادة وكما عودنا قوم بنو عياش أو أكلة البرسيم الطبالون الغياطون الذين يتبعون كل موجة وكل ريح، وحيثما يقودهم الراعي يقتادون، وحيثما يقودهم المخزن يقتادون، حيثما يقودهم الكيان الصهيوني يقتادون. كما تنقولوا عشنا وشفنا إلى اليوم. يعني قبل ما نبدأ، يعني رسالتي إلى هذا الأخ يعني الذي لا أعرفه لكن أتمنى أن تصله هذه الكلمة، فربما هو يعيش في المغرب لكن بعيدا عن سياساته، وفي واحد اللحظة من اللحظات تواجه يعني مع سياسة البلاد. فهذه السياسة يعني المغاربة الذين هم مغاربة يتم طردهم ويتم تهجيرهم ويتم تخوينهم، ويدعون عليهم أنهم خونة لوطنهم إذا ما تصادموا مع سياسة المخزن وسياسة النظام الحاكم، فما بالك بفلسطيني. فالفلسطينيين اللي من المفروض يعني أنهم بين إخوانهم المسلمين، بين إخوانهم العرب، أن يكونوا محميين، أن يكونوا محتضنين من طرف الشعب المغربي. فاليوم عشنا وشفنا إلى أن المغاربة نجحوا في طرد عائلة فلسطينية وأسرة فلسطينية من المغرب بسبب الحملات الهوجاء والحملات المصعورة التي يشنوها على هذه العائلة الفلسطينية. شمنك يا تنمر، شمنك يا تشهير، شمنك يا سب، شمنك يا قذف، وكأننا لسنا في دولة. يعني لا يوجد واحد المؤسسات ولا واحد النظام ولا واحد النيابة يمكن أن تتحرك يعني في حق هذه القنوات التي تقوم بسبهم، لكن هذا الشيء يثلج صدر ما يسمى بالمؤسسات التي يعني تحاول يعني ما أمكن أن ترضي الكيان الصهيوني. فاليوم يتم طرد عائلة فلسطينية من المغرب بدون سبب. شنو هو السبب؟ أنها كانت هاد السيدة ولا هاد السيد دايرين مباشر، فشي حد في التعليق قال لهم أن ما كانش فلسطين وهذيك سميتها إسرائيل، فبدأ نقاش ما بين جوج ديال الناس، يعني ماشي ما مع شعب ولا مع هذا. وتمت هناك المقارنة ما بين فلسطين يعني والمغرب، فقالت لهم أن فلسطين يعني من بعد الحرب كترب في سيمانة، وأن تطور راه كاين في السعودية وفي يعني اللي كانت صحراء قاحلة، ويعني هاد المباني اللي كيفتخروا بها العياشة، وكأنك قصي لهم ربهم الأعلى، يعني عندهم هما المباني والمنشآت يعني اللي ما عندهمش ولوج إليها، يعني لوطروت او الطريق السيار المغربي الا بغى يدخلها خصو يخلص عليها بالفلوس، او المرفأ الميناء ديال طنجة الذي يفتخرون به وجعله هو انجاز الدولة وهو الدولة وهو كل شيء، ما لا يستفيد منه حتى اهل المنطقة، تستفيد منه الشركات الفرنسية والاسبانية وشركات محمد السادس، ولكن المغاربة لهم ان يسبحوا بحمد محمد السادس ويفتخروا بشركاته والبنيات التحتية التي تسهل لشركاته يعني ان يزداد ثراء على حساب الشعب المغربي. فرسالتي لهذا السيد يعني لا تحزن لأنك فقط عرفت اليوم حقيقة هذا النظام الذي يجيش خرفانا يعني لمهاجمة أي شخص يصطدم معهم. فهاد الناس لم نسمع لهم صوتا أو قاموا بحملة شعواء عندما قام السفير الإسرائيلي
في المغرب بهاتسكي عرضي المغربيات، فما جاتهمش الغيرة والأنفة على الشرف والعرض المغربيات، لكن كتجيهم الغيرة والأنفة العرض ديالهم شرفهم، يعني أو سيدهم محمد السادس أو منجزاته أهم من شرف نسائهم، لا يغيرون على نسائهم. ولا خير دليل على ذلك، نجيب لك فقط واحد المثال بسيط، واحد الفيديو يلا وصلني اليوم، يعني ما سمعناهمش قاموا بحملة ضد واحد السعودي يقولها لهم صراحة. سعودي تشرفت بيك. الله يجعلكم دائما بخير يا أهل الجزائر. مغربي مغربي يا أنت مغربي يا أحلي المغربي يا شبع من السادس. والله عندكم بنات حلوين، ليش؟ تفضل يعني بناتنا شريفات عفيفات عشان كده حلوين. شريفة خليك شريفة. كيف شريفات؟ ليش حنا نجي المغرب طيب؟ عشان ايش؟ الرعد. وتقول انتو بناتكم شريفات؟ ما فيها، انا ما اشوف احد شريف صراحة. المغرب دوزيال تايلون في السياحة الجنسية من شريفة. انتو كمان عندكم بنات احلى. عندو لها حلوين بس شريفات. كنت فضل دورة شعر. اعميت اعميت لك. فكما نشاهد عندما يسب شرف النساء المغربيات لا تسمع صوتا للعياشة، عندما يهتك شرف المغربيات لا تسمع لهم صوتا، عندما تكون النساء المغربيات يتم اغتصابهن في حقول الفراولة في إسبانيا ما كتسمع الصوت ديال العياشة أو خرفان النظام، يعني تسمعهم فقط يعني عندما يجب أن يفتخر بسيدهم وبسياسة سيدهم وبنياس التحتية التي هي في خدمة مشاريع سيدهم. يعني باش نوصل المرحلة أن نضغط على أسرة، يعني هذا السيد منذ 13 سنة وهو يكافح ويكافح من أجل أن يجتمع مع أهله، تزوج مع مغربية عنده الأبناء دياله في فلسطين، فمؤخرا السنة الماضية جاب الوليدات دياله وتجمع يعني مع دائر قناة يوتيوب وكي يتقاسموا، قال لك مع الشعب المغربي وكأنهم وطنهم الثاني، وكأنهم يعني هذا الشعب هذا لقاو فيه زعما ذاك الملجأ يعني في الغربة وهذا. فإذا بهذا يعني ما غاديش نهضر على الشعب المغربي قاطبة، هذا القوم هذا قوم تبع، هذا أكلة البرسيم، هذا البهائم، هذا أقل ما يقال في حقهم، يشنون حملة شعواء وكأنهم يعني هذا هو الإسرائيلي وهذا هو الصهيوني وهذا هو محتل البلاد. باش كتشوفوا كيف هي المفاهيم. وإلا نفرض كاع هاد السيدة استفزات كاع وتعايرت مع شي واحد وقال شي حاجة ولا هذا، يعني غيقوم نظام يعني بأكمله أن يشن حملة وفيديوهات يعني بشكل مستفيض ومئات الفيديوهات من أجل تحطيمهم معنويا. واليوم هو قرر أن يترك المغرب ويفسح المجال للصهاينة وخرفان الصهاينة في المغرب، كما فسحنا المجال نحن للصهاينة وخرفان الصهاينة، لأنه المغرب لم يعد فيه مكان للشرفاء، فأنت أحد الشرفاء يا أخي، فلا يحزنك ما قام به هذا القوم، لأن هناك مغاربة أيضا مطرودون من بلدهم ويمنع عليهم دخول بلدهم ومهجرون بسبب هذا النظام الصهيوني الحاكم للبلد. نقلب فين نمشي؟ بنتي غادي تمشي، ظل أنا وولادي التانيين، لأنه عندي الدار وعندي حسابات وعندي شغل وعندي مصالح وعندي وراق وعندي مدارس للأولاد، ألملم حالي وأشوف وطن بلد بتحب الفلسطيني وبتحترمه، وغنمشي له وغنجمع وليداتي معي إن شاء الله. بتمنى يكون هذا الفيديو وصلكم للانتصار وتحسوا بالفرحة. برافو، شعب كامل انتصرنا على فلسطيني ضيف عنا، هذا هو كرم الضيافة. شعب كامل انتصر على فلسطيني وولاده، جوا يتحاموا فيهم وعيشوا معاهم في أمن وسلام، احنا قلبنا عليهم وحجرنا عليهم ونخليهم يخوا البلاد.